افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان ملتقى ومعرض يوم المهن التاسع للعام الأكاديمي 2022. هذا المعرض يأتي بتنظيم من قبل جامعة العلوم التطبيقية بهدف تعريف طلبة الجامعة بفرص التوظيف وترشيد اختيارات الشباب نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، حيث أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان خلال زيارته للمعرض أهمية دور المؤسسات التعليمية بكافة مستوياتها الدراسية وتخصصاتها العلمية، وكذلك المعاهد والمراكز التدريبية في رفد سوق العمل في مملكة البحرين بالخريجين المزودين بالمهارات المهنية التي يحتاجها أصحاب العمل، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية تم بالفعل تطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية المواكبة للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية المتلاحقة في سوق العمل، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات واحتياجات سوق العمل. تعاون مستمر بين مختلف قطاعات مملكة البحرين عزز من حركة التوظيف التي تلبي الاحتياجات تماشيا مع التطورات المختلفة وتنفيذا للخطط الموضوعة في المملكة لإبراز العناصر الوطنية التي أثبتت كفاءتها في مختلف القطاعات الإنتاجية. جامعة العلوم التطبيقية افتتحت ملتقى ومعرض التوظيف التاسع تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية بهدف توطيد العلاقات بين الطلبة وسوق العمل وإعدادهم للاندماج في السوق وإكسابهم الخبرات والمهارات التي تتناسب مع تخصصاتهم. يوم المهن واحد من المشاريع الرائدة اللي تهدف إلى تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي وبين احتياجات سوق العمل. أصبحت هناك ثقافة متنامية عند الجميع بأن يتم التعرف على الاحتياجات الحقيقية في سوق العمل وتلبيتها من قبل الجامعات. الطلاب والباحثين عن عمل المشاركين في المعرض اليوم راح يتعرفون على المهارات الموجودة في السوق، ونحن ندعوهم إلى التعرف على المزيد من المعلومات لكي يحسنوا الاختيار. التطور اللي قاعد يحصل تطور كبير، ويسعدني أنا بأن كل فئات المجتمع بدأت تتساهم في معالجة هذه تلبية هذه الاحتياجات والتوائم بين المخرجات وبين الاحتياجات. الجامعة دأبت على عمل هذا النشاط بشكل سنوي، ونتمنى يعني مثل هالمعارض تسهم مساهمة كبيرة في توفير احتياجات سوق العمل وتوجه الطلبة للتخصصات والمهن التي يحتاجها سوق العمل. معرض يتواءم مع حصول الجامعة على الاعتماد من المملكة المتحدة، حصلنا من هيئة الاعتماد البريطاني، طبعا كل هذه الأمور لخلق فرص عامل لرفع سمعة الجامعة، لخلق فرص للطلاب والخريجين. وطبعا من ضمن التصنيفات العالمية بتشوفي أنه الجامعة العلوم التطبيقية هي من ضمن أفضل 550 جامعة في العالم في توظيف الطلاب. هذا وتواصل المؤسسات التعليمية والتدريبية عملية التطوير والتحديث لتمكين المواطنين من نيل الوظائف النوعية التي تسهم في النهوض بالقطاعات الإنتاجية الحيوية واستقطاب الاستثمارات. مجلس الأعلى للقضاء حسب التعليمات من النائب رئيس مجلس الأعلى للقضاء دائما تحفيز الشباب وتوفير الفرص العمل لهم، خاصة في المجال القانوني، وفي هذه المجال عندنا احنا مشروع قضاة المستقبل اللي يسهم إلى تهيئة الكوادر البحرينية وإحلالهم محل الخبرات الغير البحرينية أساس أنهم يمسكون السلطة القضائية. اليوم مثل ما لاحظتوا أن طبعا طلبة توافدوا على موقع الهيئة، طبعا المنصة، وتقديم حق طلبات توظيف، وإضافة إلى شرحنا لهم مهام إدارة التشريع والرأي القانوني اللي من خلاله طبعا الكل استفاد من هالحضور. فرص كثيرة ومتنوعة ضمها هذا الملتقى والمعرض أثبتت الاهتمام الكبير في استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة
ومنحها فرص الالتحاق بسوق العمل، بما يسهم في تنفيذ المبادرات الرامية إلى إدماج المواطنين في مختلف القطاعات في المملكة. حماس الشباب البحريني للانخراط في سوق العمل كان واضحا خلال هذا المعرض الذي كان مقدمة لعلاقة الطالب والسوق، بهدف تنويع أساليب البحث عن وظيفة وأيضا زيادة مجالة التعاون في مختلف المجالات. شوق العثمان لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.